ضبط القانون بالقضية الطائفية إطلاقا ما له علاقة بالقضية الطائفية. احنا واقعا اليوم خلينا نتحدث بواقعية، هواية من الأخوة يتبعون المذهب الحنفي هم يجون يعقدون على المذهب الجعفري، وهذا الدكتور يدري ليش، لأن به حفظ لحقوق المرأة فيما يخص المقدم والمؤخر. فدائما أنا هواية أشوف بالمحاكم أنه هم يعقدون ويختارون على المذهب الجعفري. بالمناسبة أنا عشت 15 سنة. شنو اللي يجبر حتى للتوضيح، شنو اللي يجبر أنه الشخص يغير المذهب أثناء العقد؟ بحقوق للمرأة بالزواج، يعني مثلا بالمذهب الحنفي أنه هي تأخذ حقوقها بعد الطلاق أو في حالة وفاة الزوج. بالمذهب الجعفري هي لها حق المؤخر وهي على ذمة زوجها الطالب بهذا، يعني المؤخر لها حق تاخذه، يعتبر دين في ذمة الزوج، يعني مو إلا هي تنفصل وتتطلق يلا تاخذ المؤخر مالتها. فهذه واحد من الحقوق اللي تضمن حقوق المرأة. فالكثير من الفقرات فيها بهذا القانون الجعفري يضمن حقوق الزوجة. احنا اليوم يعني احنا هسه من نعقد بالمحاكم الا نعقد عقد سيد، القانون ما جاف شيء غير اشياء موجوده بالمجتمع حولها للقانون للمحكمه، ولا هاي الاشياء موجوده، زواج القاصرات موجود. بخصوص الميراث يقسم بحسب المذهب، شنو المشكلة إذا الطائفية إذا تعترض على الموضوع الطائفية فهو موجود بهذا القانون؟ لا موجود، وده يطبق تطبيق واقعي يعني وعملي موجود عندنا. هو ايش سوى القانون؟ الأشياء الموجودة خارج المحكمة جابها ورجعها ودخلها للمحكمة من أجل ضمان حقوق الزوجات.